السلام عليكم، معكم اخوكم نور الدين. ماشي من عادتي نخرج بشي تصريح مع الصحافه، لكن هذه المره ملي شفت شي حاجه مؤثره ضرتني بزاف. الموضوع اللي بغيت نتكلم عليه اليوم هو هذا الشيء اللي دايرين عليه ضجه. هو ماشي شي حاجه غادي نبقاو نهضروا عليها. السيد قال واحد الكلمه ديال الحق، هضر وصل واحد الرساله، السيده ما تقبلتهاش. انا بغيت نوجه رساله ديريكسيون مولا ديك الاخت دنيا بوطازوت. اختي هاد المهنة ديال الشيخة انت عارفاها، حتى شي واحد ما كيقبل هاد المهنة، وانت مثلتي هذاك الدور. السيد اعطى واحد الكلمة وتكلم على الحق على الدين ديالنا، لان هاد المهنة ديال الشيخة غير معترف بها في العالم كامل. شكون اللي كيعترف بها غير اللي ما عنده حتى شي علاقة بالاسلام، ولكن في الدين ديالنا ما كيقبلش هاد الشيء. انت مثلتي هاد الدور وهاد الدور ما عجبش الناس، هذيك حريه شخصيه ديالهم، ولكن خاصك تقبلي الانتقادات ديال الناس كيف ما كانت، سواء ايجابيه ولا سلبيه، خاصك تقبليها. وبالنسبه للناس اللي كينتقدوا الاخ ياسين العامري، هذاك السيد كيقول غير كلام ديال الله سبحانه وتعالى، وكينصح الامه بالخير. يعني حتى شي واحد ما عنده الحق ينتقده، لانه دوى بواحد الكلمه ديال الحق. ونكونوا واقعيين، وبلا ما نطولوا عليكم، بغينا نكونوا واقعيين بلا ما تبقاو تهضروا على السيد، لانه وصل واحد الرساله. وبالنسبه للناس اللي كيجيو منه وخارج، عاوتاني واحد الاخت ديك الراقصه مايا، انت ما عندك حتى شي علاقه بهذا الدين وما كتفهمي حتى شي حاجه، من الاحسن تدخلي سوق راسك وتخلي الناس اللي كيفهموا في العلم واللي قارين مزيان احسن مني انا، احسن من بزاف ديال الناس كيعرفوا. هذوك الناس كنحتارموهم لانهم كيتكلموا بالكلام ديال الله سبحانه وتعالى. دابا هذه القضيه هذه ديال نعاودوا القضية هذه ديال الشيخة كاينة في كل دار. إلا جينا نهضروا ونطبقوا شي حاجة نمثلوها هاد الشيء بعدا، هاد المخرجين اللي كيمثلوا هاد الشيء شنو هو الغرض ديالهم؟ الغرض ديالهم هما ينشروا واحد الفتنة، يفتنوا الناس بلاص ما يقدموا لهم مثلا واحد المسلسل ديني اللي كيأدي الشباب لشي حاجة زوينة. شنو كيعطيهم؟ كيعطيهم غير زهو النشاط. حنا ضد هاد الفكرة وحنا ما قابلينش هاد الشيء. وبعدا القناة، بعدا القناة الرقم واحد والرقم جوج، احنا ما عندناش في الدار، ما كدورش عندنا قنوات محترمه والحمد لله. دابا راه ولاو القنوات ديال لي ريزو سوسيو اللي كيوصلوا لك واحد المعلومه حقيقيه ودائما حاضرين. اما القنوات الفضائيه شكون اللي باقي كيتفرج فيهم؟ قليل. علاش؟ هما الناس الكبار. دابا الناس كبار، والدينا وجدودنا كيشوفوا هاد الشيء كيتعاطفوا معاه، ولاو بحال قلتي فسدوا لهم الاخلاق ديالهم والعقول ديالهم، فهمتيني؟ ملي كيشوفوا هاد الشيء ديال الشيخه كيتعاطفوا معاه، وهما كيفسدوا الناس. هاد المخرجين هما اللي كيتحملوا المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. بغيتوا ديروا شي حاجه، ديروا شي حاجه زوينه، والحاجه اللي كتصدق راه هي الحاجه ديال الخير، والحاجه اللي كتنصح الشباب وكتادي بهم، ماشي كتجيبوا مسلسل ديال الشيخه. مسلسل دابا القنوات بعدها بقات كدير حتى شي حاجه لائقه، وحنا كاع ما كنعترفوا بهم. بالنسبه لهاد المهنه ديال الشيخه هادي فرشوها بزاف، وكل شيء دا من سنة 2019 2020 حتى 2022 ما كاين حتى شي حاجة كتحمر الوجه، كلشي الفساد ثم الفساد، وما كيشجعوش الشباب على شي حاجة زوينة، كيبينوا لك غير الفساد. كاين بزاف ديال الحوايج ما نقدروش نذكرهم هنايا. المهم هاد الشيء، هاد الإنتاجات الأخرى زيرو، كلها زيرو. كاين بعض القنوات في اليوتيوب كيديروا شي حاجة زوينة كيستافدوا منها الناس، أما هاد الشيء غير تخربيق كيجيني من الآخر. بالنسبة لي التصريح اللي خرج به الأخ ياسين العامري دواء على الحقيقة، قال واحد الحاجة اللي فعلا حقيقة. علاش الناس بداو كيهضروا بزاف وبعض الناس انتقدوه؟ بعض الناس انتقدوه. علاش انتقدوه؟ لأنه قال واحد الكلمة ديال الحق، وعطاه واحد اللقب، واحد اللقب لهذاك المنبر الإعلامي اللي بث داك الشيء. هذاك اللقب كيستاهلو، هذاك هو الجزاء ديالو، هذاك اللقب اللي عطاه فعلا، حيتاش المحتوى اللي نقل محتوى غير لائق وما كيشرفناش حنا كمغاربه وكمسلمين. وحنا في هذا الشهر ديال رمضان يعني خاصهم يديروا لينا شي حاجه اللي غنستافدوا منها. هذا الشيء ديال هاد الاعمال وهذا الشيء ديال الشيخه وهاد الافلام هذه غير فساد. بالنسبه لي بغاو يديروا يديروا شي وقيته من غير شهر رمضان المبارك. شنو رسالتك للناس المسؤولين على هاد الافلام؟
خويا الناس مسؤولين كنقولها لي مباشره، الله يهديكم هذا الشيء اللي كديروا فيه راه ما كتستافدوا منه حتى شي حاجه، اللي كتستافدوا نتوما هو المال والفضائح فقط. بغيتوا تستافدوا وبغيتوا ديروا شي حاجه تنجح، ديروا لينا شي حاجه زوينه اللي غيستافد منها الشباب. صاحبتي يا حبيبه هذا الشيء فهمتي، كيعطيك شي كلام هذا ما تقدرش تفرج فيه، ما كيشرفناش نتفرجوا فيه مع والدينا. كتسمع ديك الكلمه كتمرك كتعطي وجهك، كتسمع ديك الكلمه كتمرق انت، هي ما كتقدرش تكمل فهمتيني. من الاخر عندي واحد الرساله بغيت نوجهها لدنيا بوطازوت، كنقول لي اختي السيد قال واحد الكلمه ديال الحق، بركه ما تبقاي تنقري انت والراجل ديالك، تقبلي الحقيقه كيف ما هي، لانك مثلتي الدور ديال الشيخه. كون مثلتي الدور ديال شي حاجه زوينه، شي حاجه محترمه، لباس محترم، هذيك الساعه ما يهضر عليك حتى شي واحد. دابا انت ما ضرك الخاطرك بزاف وما تقبلتيش داك الشيء، علاش بديتي كتهضري بزاف؟ المهم بغيتي ما يهضر عليك حتى شي واحد وما ينتقد حتى شي واحد، دخلي سوق راسك ورجعي كيف ما كنتي كتمثلي افلام زوينه في شحال هذه، في 4 سنوات اللي مضات قبل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.